رجع لكم جديد مازال موسي معكم في أوستار. مازلت منورتني زينة القصرينية. جينا بجديدها بو جين، مرحبا بك زينة. قولي عاملة جو ساعة؟ عاملة جو على الاخر والله، حتى أنا عاملة معك جو ونكتشف فيك زينة الإنسانة. إن شاء الله من عرش العبيد اللي ما تعرفيش تعرفها زينة الفنانة بالحق. زينة من الفنانات اللي قلبها باهي واللي قلبها على لسانها، وما تحسبش قاعدة نكتشف. راني نعرف الضيوف، نعرف اللي تبدا بحذية ضيف وإلا ضيفة يبدا يحسب في كلامه. أنت ليه يعمل لك مشاكل هذا زينة في حواراتك ساعات كي تقول تصريحاتك وبعد تندم تقول يا ليتني قلت؟ شوف انا عمري ما ندمت لاني تكلف الواقع. وكي يشوف مثلا كومنتير عبد مشني عاجبته، والله بيناتنا كومنت بدل انا راني حقيقتي هذيك هي وهذيك اجابتي. كيما نحكي في الدار نحكي في التلفزه. هاي مشيو الكويز فيسبوك، نمشي انت غنيت على الفيسبوك. نمشي كويز ستار توتفيت الكويز ما بين اللي انت غنيت على الفيسبوك، ونعرف الأهمية الفيسبوك اليوم عند الفنان ومواقع التواصل الاجتماعي. ديجا بوجين ضربة هكا في تيك توك، مهم برشا اليوم الفنان يختار اغاني تضرب في التيك توك سورتو بور لي جون. شفت ما بين التعليق في اخر باساج ليك مع هادي زعيم، قالوا علاش زينة ما تعملش بوتوك، زينة عندها لاريد، علاش ما تعملش شوية عملية تجميل؟ ما يضرش راهو زين. شوف انا مانيش ضد انسان يعمل تجميل، اما من كثر ما عجبتني خليقة ربي والمراحل اللي يلزمني نمر بها. انا يا اختي نحب تصاوري نخليهم لولادي في كل عمر يشوفوا امهم كيفاش كانت وكيفاش ولت. ما يصيرش راهو كي نخلي روحي على طبيعتي. الشجره الزيتونه الزيتونه تخلي في روح قاعده كما هي، فما بالك زينة؟ أنا راني ما عنديش مشكل مع اللي ريت جملة، وراني عارفة الكبر مش نمشي له أنا واللي ينقد فيا، حتى اللي ينقد فيا مش نمشي الكبر. ما يقول لك أنت فنانة اليوم الإيماج بتاعك مهمة، فنانة مش نمشي نعمل فلوس مش يخطبوا فيا ولا مش يسمعوا فيا. أنا حبنا اليوم الصورة مهمة زينة، صورتي مزيانة ما شاء الله عليك. والله بارك الله عليك. أما يقول لك ما يضرش نزينوا شوية بوتوكس منا فيلر منا، مش هو تاوي أنا مازال وجهي محلى. معناها عندك قابلية إنك تعمل، ما عندي حتى مشكل. نهار آخر نعطي صورتي الحقيقية، ال 40 نعطيها كارها ونصور بها، وال 50 نعطيها كارها ونصور بها، كي نوصل لل 60 ونشوف روحي وقتها تعمل. كي نشوف روحي سيئة ما عادش هكا معناها أنا متأزم ولا نفسيتي تعبت ولا أنا معناها نحسي روحي كبرت، ما يصيرش تو نمشي نعمل تجميل. ما يقلقنيش أنا، علاش قلقي هما؟ ما نعرفش علاش هما متقلقين في بلاصتي. راجلي فرحان بيا بصوتي. عزمي شيخ بليك وعجبت وزينة القصرينية كيما هي. أحسن حاجة فيا أحسن حاجة باش تحكوا على الكبر. أنا بدني تقول عليهم صلي على النبي بنية 18 سنة. طالما بدني لاباس لاباس وسبورتيفة معاش ممكن شفتوني نعمل في اليوغا في التلفزة. تعمل في الريجيم توا ما شاء الله، قداش طايح 8 كيلو؟ في شهر طايح 8 كيلو. ما هو سر رشيقة زينة القصري؟ الدكتور نبيل براوي. الريجيم العبد على شنو؟ الريجيم قاسي جدا، قاسي على الاخر. تصوري انت تقعدي نهار كامل على اربع فصوص عظم ابيض وياغورتين وتفاحة. معك ربي هذيك علاش باش تكون مزيانة. الفتوري عايشك ماهيش سهلة، لازمك تتعب برشا. زينة مازلنا مع الفيسبوك، أنا لعبتها راني اللعبة هذية. أيوة هذا ما لا يعجبني في ماجد الرومي. شفتها اللعبة في الفيسبوك، هذا ما لا يعجبني. كل فنان يحط لي دول متاعه يقول هذا ما لا يعجبني. ما في أنا ما قلتش هكاك، ما هو كي يسألوني يقول لي شنو ما عجبكش في ماجد الرومي، نقول تغني متشنجة مثلا، يعني مش ما عندهاش الابتسامة مش بالحق. تو انت ولو تغني في قصيدة ابتسمي، نزار القباني يعمل قصايد ويبتسم ويضحك ومحلي. يقول لك زينة القصرية تعجبني برشا، تعجبني برشا. ليه راني نسمع انا ماجد الرومي يكون صديق نسمعها ونحبها، اما علاش متغشى ماجد الرومي؟ فهمتي فيروز علاش متغشى واغانيها نسمعوها في الصباح؟ يعني هذوكم حاجات انا لاحظتهم في فنانين رغم انهم يعجبوني برشا برشا برشا. ما غشتكش اللعبه؟ ما قالوش ما حسيتش هكا؟ ما تقلقتش منها؟ ما تحسش ما ليه شكوني زينة القصرينية باش تنقد ماجد الرومي؟ شوفي هما نقدوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا ما نقدش ماجد الرومي، فنانه نحبها كيما انا عندي عيوب، انقدوني للصباح ما تغشش. كنت انت في الحفله نتاع السبت اللي فات مع نرمين صفر والحادثه اللي صارت لها؟ انا غنيت قبلها اما سمعت باللي صار في بالك. انا ما نحبش فنان الحقيقه مهما يصير
احنا في بعضنا فنانين اجا وحدنا ماني هنتعاركوا وحدنا مثال شو روا عارك طبيلة روا ما تاخدوش عليه اه. ممكن غدوة تشوفوا الدريب كذلك ونرمي صفار صحاب باش بعد يرجعوا موقف صح. النقابة ريتو انهم هما منعوا الموسيقيين والعازفين انهم يغني انهم يشاركوا نرمين صفار في حفلاتها الا ما تعتذر. هيا نرمين شنو قلت انا والله ما ريتش نرمين شنو ما تفرجتش انت هي تقول تعرضت للعنف محاولة دهس الدريبكي اللي بتبيع الدريبكي راهي ماهيش حاجة تعيبه السبة هذه مهنة قال انه هي سبتني وقالت الدريبكي وشوفوا الفنانين الوسط الفني كيفاش شبيه الوسط الفني في الوسط الفني نظيف اللي يحب ينظف روحه الدريبكي انا نعرفه وضوء اخلاق حميدة على الاخر وعالية الحقيقة نعرفه بالقدير هو وانا ريتو ليلتها وفرح بيا كفنانة موجود ومعناها ما كانش كان كان رزين وكان ولكن كي تشوف فنانة تعرضت للعنف هي تقول ما نحبش انا ضد العنف ولا صار تضامن ولا رينا فنانين وقفوا مع نرمين صفر عليه نرمين صفر مهما كان هي فنانة تونسية مهما كانت حياتها الشخصية هي حرة فيها تصرفاتها هي حرة فيها لكن مهما كان الفنان نقفوا مع الصفة اللي هي صفة الفنان نقفوا معها إذا كان هو غالط عيب عليه وإذا كان هي غالطة عيب عليها نحاول نصلحه يلزم نصلحه هي كلمة شفتي احنا دي النقابة بتاعنا ساعة شكون النقابة اللي أنا المعترف بها نقابة المهن المجاورة لمهر الهمامي ماهر الهمامي نعرفوا به أنا كيفاش عملك نورمالمون ماهر الهمامي يفضل الموضوع معناها داخلي هو ماهر الهمامي يقول أنا هو اتصل بي باش يفسر لي قال أنه هو حاول يتصل بها أكثر من مرة لكن ما تحصلش عليها وهو اللي متقلق من كلمة أنها هي أهانته بصفته دريبكي هذا اللي تقلق منه دريبكي راهي مهنة كيما فرملي كيما شوف راهو أخي كيكا هي جات دريبكي تسخيلوها عشوائي دريبكي عشوائي راهو فنان قرا تعتبرها سبة دريبكي ليه أنا صفة ما تقلقنيش صفة دريبكي ما تقلقنيش راقصة ما تقلقنيش جملة ما تقلقني أخلاق صاحب المهنة هذيك كاو أكيد إن شاء الله ربي هدي ليه أنا نطلب من ماهر الهمامي أنه يحل الإشكالية داخليا معنيها يستدعاهم الاثنين ميسيرش نرمي صفار ممكن خطرها مريضة زي داري نهارتها ممكن على صعبة خطر ما نجمتش ما لقيتش الصوت ما لقيتش الخلاف بسيط جدا وما كاروش كبر وما كاروش مشي معنيها يخذيك الشهر هذيك الكل وغياب تضامن الفنانين زينة شوف أنا ما نعرفش علاش في زازا باغ اكزومبل شفت معناها ما شاء الله برشا فنانين وقفوا مع زازا تضامنوا مع زازا رغم المشكل صغير ياسر اللي صار بينها وبين بايزر صغير ياسر ما يستاهلش تضامن كيفاش صغير لو صارت نفس الحركه معك انت انا واحد قطع لي تصويرتي عادي جدا انا ساعات بفرد كارت فيزيت نغزر عباد يعملوا لها هيك ما تقلقش والله لا تقلق ما حشوش بيا قدام الناس في تلفزه في نعم. برنامج ما نعرفش علاش هي باي علاش هزت التصوير للتلفزه متنجم تقطعها في دار لا لها الامين قاره المنشط مش هي هزتها معاه ما قطع لهاش تصويرتها نجم نقطع العلاقه اللي بيني وبين الفنان اللي هو كونتري مثلا اما تصويرته ما الحقيقه ما قطعهاش وعليش زازا نحكي لك عدل باش نحكي لك حكايه دقيقه زينه باش ما يهربش بينا السؤال هذا علاش الزازا وقفوا معاه وهجمه هكا كبيره من ولا تضامن كبير من عند الفنانين ونرمين هي بيدها هبطت التدوينه قالت ما وقف معايا حد الفنانين وينهم ما نعرفش الحقيقه انا راني بعيده على الـ على معني على حكايه الجوج ما هذه كل نقف مع الفنانين كي نسمع لقدر وحد مريضه ولا حد عنده عرس ولا حد نمشي نجري قال لك اما عاركه نجم نهز تليفون ونقول له واش فما راك مخي نصحاب صلوا على النبي نجم تهز تليفون وتصلح بيناتهم اي كل واحد وحده باهي ياسر باهي بدلوا شوية الجو بدلوا عزيزتي بيه. شفت آخر نحكيو على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من أكثر الأخبار اللي تحكيو عليهم توا في مواقع التواصل الاجتماعي شيرين وطلاقها من حسام حبيب شيرين حجمت شعرها ريتها والله لنحجمها شعري مزيد نركب اكستنسيون اخر انا الله لا يقدر عليك الله لا يقدر عليك لو صارت لطف عليك ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم نجم توصل اذا تصير لك ديسيبسيون هكا تحجم شعرك ليه 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 مستحيل هو رو مكتوب والما يمنش بالمكتوب عندي انا مش مؤمن
مكتوبة فراغ مكتوبة فراغ، ما نحجمش شعري وما نحزنش، ربما الأيام تعود، ربما الحياة ياما طلقوا رجعوا. ما نعرفش مسكينة دخلت في ديبريسيون خايبة، تأسف هي شيرين، شيرين عاطفية حتى أغانيها حساسة برشا. نقولها شيرين نحن الكل معاك وناس برشا تحبك وكيما حبكش واحد ومشي على روحه ومش نهاية العالم. شعرته ويتخلف باش يرجع شعرته ويرجع مسيرش. عشت هكا ما نعرفش فترة اكتئاب زينة. أنا عشت فترة اكتئاب، أنا عشت فترة خايبة مثلا معني كي طلقت قبل بتاع خيانة، معناها ما قصيت شعري. تعرفي شعملت أنا؟ أنا وقت جاتني الفترة هذيك ديما نطلع كل يوم، عملت جدول أوقات كل يوم نمشي بحدا صاحبتي هذيك، نمشي نخرج نقعدش في الدار. تقعدش وحدك، ما تحبش تقعد وحدك. صحيح، خاطرك تقعد وحدك تبدأ تبكي، تبدأ غيظاتك. وكي تخرج مع صاحبتك، صاحبك صبروا في كايش عندك فيها، هاي مش نعملوا قهوة يفك علينا كذا. الحقيقة وتجاوزت المرحلة، جات سيزون، جات الخدمة نستني فيه. دونك كي لهيت روحك شيرين حساسة برشا. أما الناس ما تفهمش راهو الاكتئاب والديبريسيون، راهو مازال ثقافة الديبريسيون ما دخلتش عند الناس. هي واحد هو طبيب نفسه، معناها الحقيقة ثم ناس مسكينة ضعيفة. مشيت طبيب نفسي معناها، قلت علاش ما نمشيش لنفسي؟ لا لا لا، كل حد نفسك وأنت طبيبة وأنت تحطها تصير. لا عاد زين، حط طبيب نفسي مهم. مهم تبين والله نفسي. لا مشيت. تبيلك أصعب، يمكن أصعب مرض هو مرض النفس. والله أنا نقدر إنسان مريض نفساني مكتئب، أما صدقوني راهو راهي ثم حاجات باهية، راهو سماعك للموسيقى دواء وشفاء، جلوسك بين من تحب دواء وشفاء. معناها الحقيقة أنا نحب الصحاب يكونوا معايا الوقت هذاك، كعاو هم طبيبي هم دوايا، عائلتي هم طبيبي هم دوايا. الإيمان بالله والالتجاء إلى القرآن أكثر حاجة، أكثر دواء هو القرآن. القرآن هو أحسن دواء، وأنا نوافقك يريح النفس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا أكيد. والله العظيم زينة، محليه الكلام معاك، محليه الهدرة معاك، محليه الحوار معاك. قبل ما نختم معاك، نحيو لي التابي هذا، خلينا نبدل الجو، حيو لي شوي، أعطيني شوي، أعطيني شوي إنرجي. أنا عمري ما سمعتك، ما نعرفش أنت، قل لي غنيت قبل لون آخر بخلاف الشعبي؟ غنيت، انا نحب اللون الاخر، انا في سم معنيها في اختياراتي السمعيه نسمع الاغاني الشرقيه. وعلاش ما خممتش تعمل اغنيه شرقيه؟ شوف انا في المره الاولى حبيت مثلا نمشي مصر، حبيت نمشي للشرقي، وذاك علاش انا كنت مع سمير العقربي في بداياتي الفنيه. سمير العقرب هاك جبتهولي، هاك فكرتني فيه. صحيح، شقاولك فيه كريم سمير العقرب؟ لا مساسة بلوتي بوشنيق. لا حقا انا نوجه تحية لوتي بوشنيق، زادة من الناس اللي شجعتني وبركت لي، تحية كبيرة لي، يعطيك الصحة. ومن الناس اللي لوتي بوشنيق منه يزمنيش نمسوه راهو اكيد الحقيقة. ممكن سمير العقرب مش كلامه شنو مقرينه، ممكن الحسة ذيك منها هدف. أنا كي كتولي تتهم في المنشط وفي الحسة مينيش زينة. أنا نعرف أنا يا مستمعين نعرف، رو ثم برشا ساعات في حسة يقولوا لي زينة قولوا تترى، نقولهم ما نقولش وتنطرى، ما نقولش كي بتحبوا. أنت هل تتخيلين أنه سمير العقربي نراه أنا هو إنسان قوي الشخصية، مش سهل أنه مثلا سمير ولا فريق الإعداد يأثروا عليه ويقولوا له نقولك علش أنا نقولك ممكن ياسر ما الكبر علة سمير العقربي في يوم ما يختار لوتي وبشنيق للحاضرة وللنوبة، كيفاش تجي بعد تالي تقولك هذاك فنانة؟ ما هو تناقض كبير هنا. أما أنا الكواليس نعرفها، صدقني واثقة مما أقول. هذايا كلامك انت، صدقني انا تعديت، انا تعديت مع نفس المنشط وقال لك قول. نعم، في اي برنامج؟ صراحة راح على قناة حنا بعل في بدايته وقتها سمير. هي إذا كان شوفي الإنسان يحب يعمل بوز الحصة ما نعرفش. أنا نتصور وقتها في بداية سمير الواشي ويحب يتشهر، ما نعرفش أنا نحسها محضرة الحكاية. راهو لطفي بوشنيق قمة، وراهو سمير العقربي سابقا نختار لطفي بوشنيق للأكبر عروض تونسية، ما تتنحاش من التاريخ التونسي. وكي قالك هكاك سمير شو عملت؟ كي قال لي على كلامه على الشرقي؟ لا، كي قالك قول ما قلتش.
ما قلتش وما نقولش. انا نقول كان اللي نحب نقوله. وحضرت معاه بعد ولا ليه في برنامج اخر؟ نحضر ديما ونقول كان رايي نعمل كان نحب عليه. انا زينه كلامها هذي ولا هد عليك انت زينه؟ شو بالحق انا والله لاني نكذب. لا حشيك انا تحدثت على نفسي. حشيك صدقوني انا حكيت على نفسي وعلى اللي صار معايا. علاش ساعات علاش انا كنهار باباراتزي قلت له يقولوا لك انا تحدث حقيقي يا عبد ربي. ريثم مع ناس يحبوا ينجحوا الحصه يعملوا اللي يحبوهم. تو هذاك معقول كلام يقولوا معناها سمير العقربي الفنان وبعد كيما قلت لك ما يختار اليوتيوب شنيق يقول لك هيك على لطفي وشنيق هوني ما يتلامش مش دفاعا على سمير. ما انا ما دافعش عليه سمير العقربي ضده راه مانيش ندافع على سمير. لا مانيش نحكي على سمير الوافي مش دفاعا على سمير الوافي. انا اللوم على هوني انا اللوم على الضيف. اللوم على الضيف. انا نجي نقول لك منشطه نقول لك زينه قول 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 انت ما تمشيش معايا ما تقولش قولي لي قولي لي نحب سمير. غلط برشا سمير حتى حد ما يجي معاه. انا مثلا ضمنت هنا مع لطفي بوشنيق وهبطت ستاتي وهزيت التليفون وكلمته قلت له انت راك قمه عاليه ويجبل بيهزك ريح. اش قالك؟ لطفي بوشنيق كلمه انا يفرح برشا. ايه على راسي زينه والله محليه 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 تحيه لي ريت من الشرقي. وصلنا لطفي بوشنيق وسمير العقربي. انت كنت باش تحكي لي هكا بايجاز زينه على الاغنيه الشرقيه؟ قلت لي حبيت نغني شرقي. حبيت نغني شرقي وحضرت مع سمير العقربي وشفت انه الشرقي باش توصل مش سهل. لازمك تستقر في مصر تستقر وتمشي وتمشي لمصر وتمشي لبنان. في بالك حاجه انا وقت غنيت انا روني فتوش اي بشويرة الحمراء جاتني شركة من لبنان قالوا لي صوتك حلو ياسر ياسر وعرضوا عليا باش نمشي لبنان ونشارك والله ونشارك في الستار بتاع الكبهر في العمر هاي ذا فويس بتاع السينيور السينيور وما مشيتش على خاطر انا ما نجمش نخلي وليداتي ونمشي. انت زاده بفنانه كبيره وعندك جمهورك عندكم عباد ما اللي جاوني حبوا يبدلوا لي اللي انا نعمل فيه حبوا يعملوا مني اللي حكى معايا قال لي انا نجم نعمل منك نسخه من لون سميره توفيق نجوى كرم قال لي نجم نعمل منك حاجات كيما كيما. اما برنامج ذا فويس سينيور زينه للهوات ولا اللي ما لقاوش حظهم في الفن؟ نجم كنت سعاد تقبل. محمد ماهيش هاويه فنانه كبيره برشا المغربيه الصوت حلو على الاخر ومشيت بالحق ثم فنانين كبار كبار أصواتهم جميلة جدا ومشيت هو يسرى محنوش ومشيت زادا وقتها في وقتها هيلا زادا كيف كيف مشيت برشا مشيت وإحنا عندنا أصوات هاي تسمعني شرقية شرقي بي أو سمعك من كل فنينة ترايف ترايف اي ترايف نحيو لي التابيخة نسمع ونختموا بصوت زين نبدو بالحبة أنا وردة جزائرية حياتي روح قلبي أنا 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 ده أنا شو إليك شو البلابل للغنى حياتي روح قلبي أنا 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 ده أنا شو إليك شو البلابل للغنى وحبي ليك أكتر كمان من حبنا لروحنا وروح روح عد أوراق الشجر روح روح عد حبات المطر عد النجوم عد البشر روح وتعالى عد البشر عد النجوم بس تعالى 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 تلاقيني هنا أنا أنا قد حبي ما فيش وبعده ما فيش. لا 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 اسمع برك الله عليك علاش ليه بتعملش غبية طربية هكا إن شاء الله كل ما معنيها ممارسة تعرف على خاطر عملوا كتفدليكة بتاع مجد الرومي حافظة شوية خنين مجد الرومي والله أنا كن صديقي نسمع أنا الحقيقة ما خديتش المنهج هذاك ما غنيتوش ما جربتوش وماكش مش مثلا ذكرى محمد الله يرحمها اي غني لي شويه برك عشان وحياتي عندك لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي يوم وتسافر وان كان بعدك شي متقدر خدني معاك خدني معاك من غير ما تفكر خدني معاك
ده انا مش ممكن ابدا اقدر على الاشواق يوم لما تسافر وحياتي عندك. لا لا ربي يرحمها ربي يرحمها ذكرى محمد. نمشي لام كلثوم. ام كلثوم الف ليله وليله. استني اخي. الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله انا عشت ليك، زماني كله حبيبي قول الدنيا معايا والكل قلبي دقيته حس. آه يا حبيبي قول الدنيا معايا والكل قلبي دقيته حس. يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو، ده العمر هو الحب وبس. الله ذي هداء العدلي عاد الحب كله حبيته ليك. عبد الحليم حافظ تهديها العدلي ولا ايه؟ عبد الحليم حافظ. زي الهوى حبيبي زي الهوى من الهوى يا حبيبي، من الهوى يا حبيبي. فايزة أحمد شيخت عندك يا عدلي زي الهوى ما شاء الله والله العظيم زينة. معناته مش ظلمك الفن الشعبي، بعدك الفن الشعبي كنت نجم تلون هكا في الاختيارات متاعك شوية شعبي شوية رومانسي شوية طربي. يبدأ عنده صوت ويمارس الفن ذاك يوصل بيه. كهو انا نشكرك برشا على القصرينيه، وما ننساوش بتبيعه باش نحكيوا على حفله اليوم اللي باش تكون في قبه رادس. حفله اليوم حفله كبيره، حفله تضامنيه، حفله انسانيه اكثر منها شيخات وتربو زهو. مش نلقوا شيخات وتربو زهو، لكن كما قلت لكم جه ربي الوليدات هذوما الحفله هذه الدخل بتاعها مش يكون للوليدات المرضى بالسرطان واللي ابائهم واوليائهم ما نجموش يعالجوهم. عافانا وعافاكم الله. كيما انا نشوف روحي كيما نشوف الغيري ما يسالش افطر نص نهار بالكدا وعشاك تنزل عليه وامشي قص بيه تذكره ما يسالش. تعاون بيه صغيرات اللي محتاجين الفاقدين هم عندهم سند، لكن لا حول ولا قوه الا بالله. الله غالب، مش اللي يجي نجم يداوي ولده. الدواء هذايا بهذا الثمن والعلاج هذا بيتلف برشا فلوس. ماذا بيه الناس الكل تتضامن مع بعضها حفله تضامنيه وتكافل اجتماعي وانساني. ويعطيكم الصحه انتم اللي ساهمتوا. الحفله هذه عملها كادريم، مش كل سبعة ونص عملها كادريم. السبعة ونص كادريم يعطي الصحه مشكور قاعد يعمل في برشا خير. من السبعة ونص نتاع العشيه اليوم باش تكون حفله في قبه رادس. زينه الغسنيه، سمير لصيف، تليلي القفسي، يا ربي شكون يخرج. تنشيط حنين شكراني، حنين شكراني منشطه، جعفر القاسم، جعفر القاسم زاده كيف كيف. ما نسيت حتى حد، سمير ووليد، سمير وزينة وتليلي قفسي وتنشيط حنين وجعفر القاسمي. اون برانسيب ما نسينا حدا حد. شقول يا عزمي؟ هادي دنيا، هادي دنيا الفنان الكبير هذاك راهو نتاع ديما يحل لنا الصاليه والجو. هادي دنيا امشي واسهروا في قبه رادس مع الثله من الفنانين اللي عملوا لكم برشا جو. وقت تمشيوا تعملوا جو عندكم زيادة جانب انسانيكم، تعاونوا الصغيرات هذوما اللي محتاجين ليكم انتم باش ربي يشفيهم ان شاء الله. باش نقول حاجه باهيه برشا للمستمعين اللي بالخارج، واحنا قاعدين ذاك النهار في جوره ثم ناس بعثت فلوس وهي باش تحضر. ايه يعطيهم الصحة. ثم شكون اللي بعث 100 يورو، ثم شكون قص تذكره وقال لك انا مش نحضر، لكن مش نبعث ثلاثه ورا تساكر ولا يعطيهم الصحة. حتى ما يكونش مش تمشوا وما يصيرش قصه وتساكر وما تمشوش. يعطيك الصحة زينة القصرينية، محليل الوقت معك تعدى فيسع فيسع. أنا نشكرك برشا، نشكر عزمي زادة كيف كيف، ونشكر توت ليكيب. نخلي لك مود لافان للناس تسمع فينا. أنا نشكر لي فان بتاعي برشا برشا. الكليب زيدي زيدي زينة القصرينية باش نسمعوها بعد شوي، باش نسمعوها بعد شوي. نحبكم تيقفوا معايا تبارتاجوا أكثر من لازم، تولوا أبوني معايا في الشين يوتيوب بتاعي. خليني حتى أنا ننشر الفن، راهي مهم جدا أنا ننشر الفن خاطر اليوتيوب الشين هذيا
تسمعها الناس الكل، العالم أجمع يسمعها. مثالش باش تكونوا سند لي قد ما كل أنا سند ليكم، ربي فضلكم أصحابي كل. على فكرة أنا الباج متاعي قوية ياسر، قريب المليون معناها مش شوية مؤثرة، ما لازلنا القصر هنا. إيه أنا نحب نوصل الفن التونسي، نحب نوصل الفن التونسي شطحة في الدار، تيك توك انستغرام. يعيشك يا زينة، فرحانة بيك برشا وفرحانة بالحوار معك، يعطيك الصحة. كبير من يكون موجودة مع ديوان اف ام في الدار ولا في كل مكان، رفضت اميمه العياره هاوس هاوس اوستار 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 عايزك زينه اوستار ديوان اف ام البرا ولا في الدار. زينه قسرينيه تحييكم وتقولكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. عايزك زينه، ميرسي بوكو، احنا مكملين معكم راجعين بعد شويه.